احنا الان في جولة عبر نهر الدانوب في العاصمة الهنغارية بودابست. هذه الجولة مدتها من ساعة الى ساعتين، كما هو يتضح امامكم بعض اليخوت. هذا هو القصر، هذا قصر الجمهور، هذا قصر الرئيس المجري. انظروا الى الباص، هذا الباص يمشي سبحان الله في الماء وعلى الارض، شيء عجيب. شيء عجيب والله.